أراد من خلال هدم هذه المساجد أن يطمس هوية هذا الشعب، فهي أعرق من وأقدم من. وما حادثة الشيخ صعصع في العبث بالمسجد ببعيدة، فهذا المقام وهذا المسجد يبلغ عمره 1000 عام. اعطوني تاريخكم سنعطيكم تاريخ هذا الشعب وتاريخ أصالة هذا الوطن. أيها الأخوة، هذه المساجد يجب على النظام أن يعيد بنائها، وليست من باب المكرمة، وإنما هو الحق الطبيعي لمن انتهك وهدم هذه المقدسات أن يقوم بعملية إعادة بنائها، كما يجب تعويض كل المؤسسات الدينية التي خربت وعبث بممتلكاتها. وهنا اليوم جمعية الوفاق تقدمت برفع دعوى جنائية ضد من مارس عمليات الهدم، رفعت دعوى قضائية ضد وزير العدل وضد وزير البلديات، فلننظر ماذا سيكون جواب هذا القضاء إن كان مستقلا. أيها الإخوة، إن هذه الصروع الدينية ولما لها من موقع متقدم في نفوسكم، فهي تمثل منارات هدى ورشاد وصلاح، فعليكم بإحيائها ومواصلة حمايتها من التلاعب والاندثار. قد نصبر على جوعنا وقد نصبر على آلامنا وقد نصبر على عذاباتنا، ولكن هيهات هيهات أن نصبر على تدنيس مقدساتنا. فعليكم حماية هذه المقدسات. وعندما نتكلم عن فتح ملف هذه المقدسات لا يعني أن تغيب باقي الملفات، فكل الملفات يجب أن تكون حاضرة في وعي الشعب وفي حركة الشعب، لا تغيب يوم من الأيام. إنكم خرجتم لنيل عزتكم وكرامتكم، فلن نرجع بخفي حنين. سيرجع هذا الشعب مرفوع الرأس، ومعكم المناضل العزيز الأخ حقوقي الناصر عبد الهادي الخواجة مرفوع الرأس ورافع قضيتكم بكل عز وكرامة. وسيرجع معنا الأستاذ الفاضل الأستاذ حسن مشيمع رافع رأسنا، وسيرفع وسيكون معنا إن شاء الله في هذا الوطن. أيها الأحبة، هذا النظام يعمل على تغييب هويتكم وتغييب أصالتكم وتغييب انتمائكم إلى هذه الأرض، فأنتم أهل وفاء وأنتم
من سيحفر هذه الأرض لأعدائكم. والحمد لله رب العالمين. نذكركم بالإعلانات. اليوم وقفة تضامنية مع الأستاذ حسن الشيمة، وغدا وقفة تضامنية مع الشهيد أحمد إسماعيل، وليلة الجمعة تبين الشهيد فخراوي في كربلاء، ويوم الجمعة المسيرة الجماهيرية. وأيضا نذكركم بالصلاة المركزية في أحد مساجد الله التي هلمت من قبل النظام، مسجد أبو طالب دوار 19 يوم السبت إن شاء الله. مشكورين على الحضور. صل على محمد وآل محمد.